بسم الله الحمد لله، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سميع عليم يا هادي. قل أرأيتم، شوف التحدي الثاني كيف التحدي الأول، لكن تتبدل عناصر فقط. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار لجوء سرمدا إلى كومودلاج بيربتيال، يعني لا ينقطع إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه؟ أو من ورنا نعم نعم الله، الليل يعني هو مناسبة للسكون بعد الحركة النهارية، إلا في بعض حالات يجب أن يكونوا موجودين في عين مكان ليلا غيرهم يناموا وما يشقاوا، يكونوا متنبهين للحدود، مأمنين بعض أشياء في المساحات والمستشفيات. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار، عليكم كلمة عليكم تعني كثير، يعني ما لما القاهر لكم إلا إرادتم، فلاش إرادة غير إرادة الله اللي هي مهيمنة لكل الإرادات. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ما عندكمش حتى نظرة صحيحة في الإمكانية هذه. ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتبتغوا من فضله، والعلق تسكن لا شك النهار في سبد سواء، اللي سبد سواء يعني ما عندهم حتى فكرة على مميزات النهار ومميزات الليل. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، وهذا تحدي آخر، شركائي الذين كنتم تزعمون، أي الزعم، ونزعنا من كل أمة شهيدا وقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله، هو القرآن حق وهو كلام الله، وضل من غاب وضل عنه ما كانوا يفترون، يعني اللي كذبوه صنعوه مدرج كونستري سي دي دومين دي مونسون. أن الحق وعلموا أن فعلموا أن الحق لله وضل عنه ما كانوا يفترون، صدق الله العظيم. أنا تجم تقول بعد أن قارون كان لقوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فأغلب الناس لهم فرحانين اللي ما عندهم شيء حتى فكرة عن الإله كفيل بي أستاذ ملحدون، فالأخرين جاءوا بين بين لا أدري هذا السبتيسيزم الغيبية، أنت ماشي فريقون لأنه الشيطان استغنى عليهم استيعاب بالتمام والكمال، كيفاش يفرح اللي مسيطر عليه الشيطان، يعني فرحه من قبيل الهذيان والهدى، نسأل الله السلامة.